مهرجان القاهرة مهرجان كبير جدا في المسابقة الدولية، فطبعا وعندي علاقة مهمة جدا وحب كبير مع مصر مع الشعب المصري في تواجدي هنا في المسابقة الدولية، شرف ليا. فالبداية طبعا حاسس انا بداية موفقة جدا اكيد. اي لا ان شاء الله اكيد، هلا كلنا محمسين نشوفه ان شاء الله. ان شاء الله انت في شيء بتحب تقوله للجمهور اللي بمصر قبل الجمهور العربي؟ انا متشوق جدا انه اول تجربة اخراجية قمت بها تكون بدايتها هنا في القاهرة، وكما نقولوا عندي شغف كبير، نحب نعرف رأي الجمهور، ومتشوق ردة فعلهم يعني بصفة كبيرة جدا. طيب وبنحمس اكثر، يعني اشتغلت مخرج وبروديوسر وممثل، اي دور بتحب تعيده اكثر؟ أنا متحمس طبعاً، نحب التمثيل لأنه هذه شغلتي، لكن استمتعت جداً بتجربة الإخراج، وأكيد اللي نحب نعودها مرة أخرى أكيد. شكراً. Thank you. تجربة مهمة جدا بالنسبة لي، أنا كان حلم من فترة طويلة، وسعيد جدا أنه الفيلم الآن في المسابقة طبعا الدولية، وإن شاء الله إن شاء الله الناس تستمتع به كما استمتعت به أنا في العام. شكرا. لا هي كل إيجابيات بصراحة، استمتعت بالتجربة وإن شاء الله الناس تستمتع بالتجربة كما أنا استمتعت بها في الإخراج، تستمتع بها في